يلاحظ أنه تحدثنا عن أيضا بين قوسين نوع من التوتر في العلاقات مع مصر، مع الكويت، مع بعض المسؤولين في الإمارات، مجلس التعاون الخليجي، وأنتم فخامة الرئيس ما زلتم تتحدثون عن عمل عربي مشترك. هل ما زال عندك أمل فعلا بعمل عربي مشترك؟ يظل هدف الإنسان، لازم يحدد أهدافه. كل سياسي وكل له طموحات وتفكيره. أنا عندي طموح وأمل أنه لابد من البذل أقصى الجهود من أجل وحدة الأمة العربية. نحن أمة واحدة، أمة عربية واحدة، علينا أن نناضل من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الاتحاد العربي.